فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بغض الصحابة رضوان الله عليهم يعد من نواقض الإيمان؟ نعم، إذا أبغضهم لدينهم ولما قاموا به هذا من نواقض الإيمان، أما إذا أبغضهم بغضا شخصيا فقط هذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب. ما عاصروهم حتى تصير بغضهم شخصي، إنما أبغضوهم لأنهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونشروا دينه المشارق والمغارب ودعوا إلى الله، يبغضونهم من أجل هذا. هم ما يبون الإسلام، ما يبون الإسلام، وبناء على ذلك ما يريدون الصحابة، يبغضونهم. ولا يقتصر بغضهم على الصحابة، بل أهل السنة يبغضون أهل السنة الآن ويعادونهم. نعم.